السلبي أنه المهم الذي هو على درجة. أقول أننا في المراحل الأخيرة كذلك واللمسات الأخيرة بخصوص امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي الذي سيحل هذه السنة محل الامتحان السابق الذي كنا نسميه امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي. وهذه النواة التي حضرنا جزءا من عرضها اليوم هي نواة مركزية ستقوم بنفس العمل على المستوى الجهوي، ثم سيكون هناك عمل مماثل على المستوى المحلي لكي نشرع في التحضير لهذا الامتحان الذي سيكون محليا وليس وطنيا، وسيدار وينظم على مستوى المقاطعة التفتيشية، ولن يكون موضوعا موحدا، ولن يكون كذلك في نفس الأيام أو في نفس الفترة، بل في فترة واسعة يتسنى للمفتشين برمجة تواريخ الامتحان حسب ظروف كل مقاطعة. وكذلك سيكون امتحان بيداغوجي تقييمي تعليمي خالي من كل الضغوط التي رأيناها في السابق على أنفس أبنائنا وبناتنا في هذا السن المبكرة وهذا المستوى المبكر من المسار الدراسي لأبنائنا.